عليك أن تتقبل حقيقة أن بعض الأشياء لن تكون لك، وعليك أن تتعلم تقدير الأشياء الفريدة التي تملكها أنت وحدك. إياك وأن تقول لا أستطيع، بل قل لا أريد، لأنك لو أردت فعلا أن تحقق أمرا ستحققه بالفعل. كلنا نستطيع، لكن لسنا كلنا نريد. مؤسسة جريس للخدمات الاجتماعية والطبية، حب بلا حدود.